السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن النرجسية. إيه اللي النرجسي ممكن يعمله لما يكون لوحده أو يكون ما عندوش أي نوع من الإمداد، وإزاي بيقدر يملأ الفراغ القاتل اللي ممكن يحس بيه لو جه عليه وقت لقى نفسه عايش لوحده؟ كلنا عارفين يا جماعة كويس جدا إن النرجسي لا يتحمل إنه يعيش لوحده، لأنه أصلا مش هيقدر يتحمل نفسه ويعيش مع نفسه كده، لأنه أساسا بيتهرب من مواجهة نفسه. ازاي هيقدر يستمر وايه اللي بيقدر يقوم بيه او ايه اللي هيعمله بالظبط؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهارده. اول حاجه يا جماعه النرجسي هيفكر يعملها في الحاله دي والموقف الصعب اللي بيمر بيه ده هي انه ينط فورا في بحر وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك او برامج الشات اللي هتكون مليانه جدا بضحايا محتملين كتير قوي. هيبدا النرجسي يطارد اي حد ممكن يكون مصدر امداد محتمل له. وخلي بالكم ان النرجسي لما بيحصل انه يلاقي نفسه وحيد بيبدا يتولد عنده احساس قوي جدا كانه داخل مسابقه ولازم يفوز فيها، والفوز بالنسبه له هو انه ينجح في انه يوقع بحد ممكن يكون مناسب جدا له ويكون مصدر غني بالامداد اللي النرجسي محتاج له. هيتعامل النرجسي مع اي حد يقابله على انه فريسه لازم يصطادها، وهيمثل الحب وهيمثل الاهتمام بكل اللي هيتعرف بيهم. هيبدأ النرجسي يدخل على البوستات بتاعة الأشخاص المحتملين دول ويبدأ يكتب تعليقات من نوع تخلي الضحية تتفاعل معاه وتبدأ ترد عليه. هو خبير جدا في المسائل دي وبيعرف يخرج ردود الأفعال من جواك، وممكن يعني يمكن بسهولة كمان. هيبدأ يعمل طبعا مواضيع لجذب الانتباه للضحايا اللي احنا بنتكلم عنهم دول عشان يتناقشوا ويردوا عليه، ومن هنا هيبدأ يجذبهم لعالمه المسيء. هيعمل النرجسي اي شيء وكل شيء للوصول لهدفه ده، وهو انه يلاقي حد يقدر يتحكم فيه ويسيطر عليه ويدخله جوه دايرته النرجسيه. هيمثل النرجسي بكل الطرق علشان يلاقي القبول من اللي بيتكلم معاهم دول، يعني هيكون متدين مع اللي بيحب التدين، هيكون مش كويس مع الناس اللي بتحب الحاجات اللي زي دي، بمعنى انه هيتعامل مع الناس دول بالطريقه اللي تناسبهم، طبعا بمنتهى الكذب والغش اللي معروف عن النرجسي. سلوك سيء جدا من النرجسي بيقوم بيه برضه لما بيبدأ يدور وراك ويفتش في أي حاجة تخصك. النرجسي معروف عنه إنه بيتخطى وبيكسر كل القواعد، بينتهك خصوصيتك بمنتهى الوقاحة. هتلاقيه بيدور ورا أي حاجة تخصك علشان يعرف كل حاجة عنك، إيه اللي بتكتبه وإيه اللي أنت بتحس بيه، علشان يبدأ يستخدم كل المعلومات دي في الإساءة ليك. ممكن تلاحظ النرجسي بيحاول يستحوذ على كل شيء يخصك، فلوسك، ممتلكاتك الخاصة، ممكن يوصل بيه ان هو يحاول يدمرها. اتلاحظ كمان يا جماعة مع الازواج النرجسيين اذا كان زوج او زوجة انه ممكن يوصل بيه انه يقطع هدوم مراته او تقطع ملابس زوجها كنوع من انواع الانتقام. هيدعي عليك النرجسي انك بتختلق اشياء ملهاش اساس او صحة لما يلاقيك بتتهمه باي حاجة عملها معاك، زي انه خد فلوسك مثلا او خد منك حاجة تخصك. هيكلمك بمنتهى الاستنكار وهيقول لك انت بتتكلم عن ايه، انا ما عملتش كده طبعا وما اعرفش حاجه عن اللي انت بتتكلم عنه ده. من الحاجات اللي في منتهى الاهميه في سلوك النرجسي انه هيحاول يغرس جواك الخوف علشان يحسسك انك ضعيف ومش حاسس بامان ابدا في حياتك الخاصه، بحيث انك تفضل في حاله من الرعب والقلق. من الحاجات اللي النرجسي بيحبها جدا انه ممكن يفتش في تليفونك او جهاز الكمبيوتر بتاعك، مذكراتك، رسائلك، بطريقة هتخليك طبعا تحس بمنتهى الأذى. ولما هتبدأ تواجه النرجسي بأنه حصل منه حاجة زي دي هينكرها بمنتهى الوقاحة، لأن للأسف مش هتقدر تثبت عليه اللي بيعمله ده أو أن يكون عندك دليل على اللي هو عمله. معروف يا جماعة عن النرجسي أنه عنده كذب مرضي وبيكذب بمنتهى الاحتراف. هيحاربك النرجسي بكل قوته وهتحس في الوقت ده بمنتهى الإجهاد والإرهاق، وهو ولا كأن في حاجة حصلت وهو في منتهى قوته. السلوك السيء جدا اللي بعد كده هو انه هيبدأ يحاول يتواصل مع اصدقائك او عيلتك ويبدأ يتكلم عنك بمنتهى السوء. وزي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة ان النرجسي شاطر جدا في حملات تشويه السمعة، وهو ده فعلا الوقت المناسب بالنسبة له علشان يعمل الموضوع ده. النرجسي يا جماعة نمام كبير جدا، كذاب باحتراف، ووضعه بيكون افضل لما بيعمل الحاجات دي، بيحس كده بتحسن وبيحس انه كويس. بيحس النرجسي بمنتهى السعادة لما بيمارس أساليب الخداع والتلاعب والكذب، وفي نفس الوقت بيقدر يهرب من المسؤولية ناحية اللي بيعمله ده وما يتحاسبش عليه. بيكون كل هدف النرجسي إنه يوسخك ويسوق صورتك وشكلك قدام أقرب الناس ليك، إذا كانوا أصدقائك أو قرايبك أو عيلتك.
ويبدأ يجندهم ضدك ويخلي موقفهم ورأيهم فيك يتغير. بيعرف النرجسي انه يألف الحكايات عنك بغرض تدمير سمعتك في الوقت اللي انت بتكون فيه منتهى الصدمة من اللي بيحصل، وبتقعد تسأل نفسك ليه بيحصل كده وليه هو بيعمل كده. النرجسي يا جماعة بيعمل كده كرها فيك، وما تستغربش ابدا لما تعرف ان النرجسي بيحسدك وبشكل بشع على كل حاجة في حياتك، على انجازاتك، على علاقاتك الناجحة، بيغير منك ومن كل حاجة عندك، وبالذات لما تكون الحاجات اللي عندك دي ما يقدرش يحصل عليها منك او يقدر يحرمك منها. لما النرجسي بيحس بالوحدة بيبدأ يشغل وقته ده في تدميرك والإساءة ليك بكل أسف، طريقة شيطانية وسيئة جدا علشان الإنسان يقضي وقت فاضي في حياته بأنه يفكر أنه يدمر إنسان أو يفكر إزاي يتعبه ويؤذيه. لكن للأسف هو ده أساس حياة النرجسيين. النرجسي ما بيقضيش أبدا وقته الفاضي ده في أنه يحاول يعالج مشاكله أو يحاول يفكر في نفسه ويحاول يعالج أي سلبيات جوه شخصيته، ولكن هواية النرجسي وأهم وأمتع هواية بالنسبة له هو أنه يفكر إزاي يدير حياتك أو حياة الناس اللي حواليه بطريقته الخاصة. الحاجة اللي بعد كده، في حالة لو النرجسي ملقاش مصدر جديد للإمداد أو لأن الموضوع مرهق بالنسبة له في الحصول على مصدر جديد، يعني هو أنه يبدأ يدور ويبحث عن مصادر إمداده القديمة، وده تكلمنا عنه قبل كده وقلنا أن النرجسي مستحيل أنه ينسى ضحيته السابقة أبدا مهما طال الوقت. ممكن مصادر الإمداد النرجسي القديمة دي تكون عبارة عن علاقة سابقة ما زال فيها اتصال ولو بسيط بينه وبينهم، يعني زي ما قلنا قبل كده يا جماعة النرجسي عبارة عن طفل عنده سنتين في جسم شخص بالغ، تصرفاته غير مسؤولة بشكل فادح وما عندوش قواعد معينة للتعامل مع أي شيء في حياته. عنده استعداد النرجسي أنه يعمل أي شيء يضمن له أنه يحصل على هدفه أو أنه يحصل على مصدر الإمداد اللي هو محتاج له. ممكن النرجسي يهتم بشخص ملوش أي صلة بيه لفترة معينة لحد ما يقدر يحصل على غرضه منه، وبعد كده بيرميه كأنه ملوش أي قيمة أو لازمة. السلوك اللي بعد كده اللي ممكن النرجسي يعمله في حالة شعوره بالوحدة أو لما يكون عايش لوحده، يعني أنه يبدأ يمارس سلوكيات سيئة زي أنه يعيش بطريقة فيها انحراف، يتعاطى مخدرات أو أنه يشرب أي حاجة يعني مش مشكلة، أو أنه يعني يعمل علاقات عشوائية غير شرعية. السوشيال ميديا بالنسبة للنرجسي مكان خصب جدا لتغذية خياله، وبيبدأ يعيش خيالات ملهاش نهاية وقصص غير حقيقية مع أشخاص بيتعرف بيهم بشكل وقتي، وبيمارس معاهم حتى العلاقات الجسدية بناء على الخيال أو الوهم اللي هو عايشه، بس مش علشان يعني ارتباط حقيقي. يعني بيعمل النرجسي كل ده علشان هو ما عندوش أي قدرة على مواجهة نفسه لما بيكون وحيد أو عايش لوحده أو بدون أي حد معاه، وده اللي بيخلي النرجسي اكتر حاجة بترعبه انه يفقد مصادر الامداد اللي معاه او انه ما يكونش له حد في الحياة. النرجسي اصلا يا جماعة بيكره نفسه، ما بيحبش يبص لنفسه لانه هو عارف مدى السوء اللي هو فيه واللي بيوضح له مدى الضعف الحقيقي اللي جواه. ممكن النرجسي يدخل في علاقة عاطفية بشكل مفاجئ ولفترة زمنية معينة، ويحب كتير جدا ويمارس كل الأساليب الاهتمام والانتباه مع الشخص اللي بتعرف بيه ده لمجرد انه يقضي معاه وقت معين مش اكتر من كده، علشان يحس ان هو مرغوب ويغذي غروره بانه لسه في ناس عايزاه او بتفكر فيه. كل ده جماعة النرجسي بيعمله علشان يهرب من حقيقة نفسه وحقيقة حياته السيئة والمسيئة بأي شكل. كل حياة النرجسي عبارة عن تظاهر وتمثيل وأقنعة بيبدلها كل يوم علشان يظهر شخص تاني خالص غير حياته أو شخصيته الحقيقية، وهو ده جماعة أساس كره النرجسي لنفسه، واللي بيعرفك قد إيه النرجسي ما بيقبلش حياته ولا شخصيته الحقيقية. بالرغم من أنه ممكن يظهر النرجسي أنه بيحب نفسه جدا، ولكن الحب اللي ظاهر ده هو أساسه وحقيقته هو كره رهيب لنفسه الضعيفة الهشة. النرجسي يا جماعة ما بيقدرش يتأقلم على إحساسه بالوحدة وما بيقدرش يتحمل وجوده مع نفسه، علشان كده هو محتاج لدرجة الموت لأنه يكون في ناس في حياته يقنعوه بأنه حد تاني خالص غير الحقيقة اللي جواه. دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتم بيها، وإن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.